طمني يا دكتور. بصراحة يعني الوضع اللي أنا فيه ده ربنا ما يوريه لحد. والله عندك حق. أسبوعين. تقصد إيه يا دكتور؟ هو العيب فيا أنا؟ مفيش عيب ولا حاجة، اتفضل استريح، مفيش عيب ولا حاجة. اتفضلي. دكتور والدتها كانت قالت لي ان في حالات شبه كده واتعملت لها عمليه، هو ده ينفع؟ ان شاء الله مفيش عمليه ولا حاجه. حضرتك هتعدي عليها بكره في المستشفى بالورقه دي وان شاء الله. شكرا يا دكتور. دكتور انا تمام. تمام بجد بجد حبيبي. صل على النبي يا حبيبي، صل على النبي. ابوسك. صل يا حبيبي، صل على النبي قدامي حبيبي يا دكتور. قوم ايه ست الحسن والجمال والشاطر حسن عملوا ايه؟ عملوا انا باريزة. ايوه يا زكي رجعت، امال بكلمك ازاي من النمره دي؟ طمني الاول، الراجل لسه بيدور عليا. دكتور هو حضرتك تعبان ولا حاجه؟ شويه يا حنان، فاضل كام كشف بره؟ 5 بس. لو حضرتك تعبان احنا لا ممكن. لا 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 لا، الناس اللي بره ملهمش ظهر. يلا شوفي مين عليها الدور الداخلي. تحب اعمل لك قهوه؟ يا ريت. هعملها لك بايدي والله مش بايد صلاح. هوا حنان تحت امرك يا دكتور. اخبار خطيبك ايه؟ الحمد لله هي مزنقه مع حبتين بس هي ماشيه خير. اللي ناقصكوا انا هكمله، بس انتوا تنيلوا اتجوزوا. ربنا يخليك يا دكتور، احنا مش عارفين نقول لك ايه. ولا تشغلي بالك، انت عارفه انت زي تينا وسما، وانا يهمني اطمن عليك احنا. طب انا عايزه اطلب منك طلب، يعني انا ناقصني طقم الشوك والسكاكين. طيب حاضر ماشي. وكمان الغساله. ماشي حاضر. والبوتاجاز. ماشي يا حنان خلاص. واستلم الشقه. يلا يا ماما اروح اعمل القهوه. يلا من حق افكر. يا سلام. يوم 12 براحتي. ومفروض ان انت اول ما تقولي نتجوز اجرس بقك على المأذون يعني ولا ايه؟ لازم نتفق الاول. مش انا زي اي بنوتة في الدنيا وليها طلبات وشروط. يا نهار اسود اقفل دلوقتي. باي باي باي. ثانية واحدة. يا تينا من امتى بتقفلي على نفسك بالمفتاح؟ البيت فيه ناس غريبة، مش لازم نحرس. اف الريحة الغريبة اللي في اوضتك دي. ده ريحة ايه؟ ده عمامة غوري تلاقيك مولع حاجة من شوية، انا كنت فاتحة الشباك. عمر اتأخر قوي. ما تلاقيش يا تينا، ايه الاوفر ده؟ زمانه جاي. اوفر؟
ما انت ببرودك ده لازم يبقى اوفر. نامي نامي عشان تروح مدرستك الصبح. نامي هنيم. صباح الخير. فقعتي قلبي. كلمي روحك بنتي هنادي. ما تعرفيش عروسها راحت فين؟ لو النبي ما اعرف يا ستي. امال هتكون راحت فين بس يا ربي؟ قفشتي بتدوري عمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوه ده رايح يا حبيبتي. عفريت طلع لك من العلبه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي خضتيني قوي خضتيني قوي. عملة ايه اللي هزورها دي كمان؟ جنيهات وبرايس فضة. ما انا راسي العفولة يا حبيبتي. ايه؟ هزور عملة؟ على فكرة ده شغلي. وكمان بتشتغلي فرع العصابة؟ ايه؟ انت بتقولي ده مش فاهمة أي حاجة. دي فضة أصلي وأنا بنقش عليها وبنحت تراثنا، تراث بلدنا وبنبيعها للسياح، فهمتي؟ اشتغالة دولي يعني. طيب ما تقولي كده من الاول. تاخدي الزبونه باخضر تقلبيه وتلبسيه على انها اثار برضك تزوير. باخضر على فكره انت بني ادم مش طبيعي مش طبيعي. على فكره انا بني ادمه، انا واحده ست. كل ده كل ده وتقولي لي بني ادم؟ مش طبيعيه على فكره مش طبيعيه. يوه على فين يا حبيبتي؟ ما ترسيني على الدور يمكن اخدمك. لمار انت فين يا بنتي؟ انا داخل عليكي. اصل كنت قاعده في اوضتي ولقيت الجو خانقه قوي فقلت انزل تحت بقى اشم هوا نضيف واشتغل شويه. وايه اللي مشاكي من هنا؟ لقيت الجو هنا خانقه اكتر من اوضتي يا تينا. تحبيني يا حبيبتي ركب لك مروحه سقف عشان تطري على قلبك؟ وعلى ايه يا حبيبتي؟ موجود حضرتك كفايه على فكره. الله، هو احنا هنقبح ولا ايه ونغرس في الحوار؟ بقول لك ايه، الغرسه دي ان شاء الله رجلك هتيجي فيها. البيت ده ليه قواعد واصول واللي هيبعد عنها هيخش في حيطه سد. كل سد يا حبيبتي وليه خرم يعمل سرسوق يخش في النافوخ بشنيور ويزن لحد ما يجن. جن لما يلخبط لك. بقول لك ايه، اوعي تفتكري ان انا قاعده في قصور وفلل والكلام القلباندا ده يخيل عليكي. لا يا حبيبتي، ده انا مش شرابيه، وقت الجد بيطلع العاص. تينا 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 يا حبيبتي معلش معلش اهدي. وانت عيب عيب اللي انت بتعملي ده. اتفضلي يا تينا حبيبتي. بردون لمار بردون. مفيش مشكله حبيبتي. شرابيه وبردون تبقى ازاي دي؟ بانو 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 على اصلكو بانو. دي العريس اللي انتوا بتحتفلوا بيه وعاملين له زفه وشهر العسل ما شفتش منه يوم واحد. يا دي النايبه السودا، الكبير بتاعنا اتضرب يا اخويا. راح فين يا سيد؟ راح فين؟ ما ينفعش نحط ايدينا على خدنا كده يا معلم، ده القضبان، ولو سبناه على الحال ده المركب هتغرق بالكل. تنويت على ايه يا ورور؟
القضبان ليه جميل في رقبة رجالة ياما، واللي عليه دين بقى يسده. رجالة مين؟ ودين مين بس يا سيد؟ هو في حباية كده مخلطة ومتنطورة في البيوت يعني، وإنما إيه جحيم حجم عائلي تخلص شهر العسل ده في يومين اتنين. يا ابني أنت فاهم غلط، مش دي الأزمة أصلا. افهموها بقى، القبطان عطلان من العوق اللي حواليه، مش زيكو جايب كاز ومستني يشحن بحباية. خسرتي! انت بتتصنطي علينا يا ولية؟ بتصنط يا عيبي الشوم، دي الحارة كلها سمع الحوار كله يا سمك. ايه؟ حارة؟ يا نهار اسود، انت قاعد توت، انت عمركم ما شفتوا راجل. امشي يالا، امشي يالا، امشي. تبنى الى الله. خد مني يا قبطان، العوق اللي مشنكلك ده لازم رفاعي ينكش ورا الحيه اللي بخى سمها في عبك. على فكره ايه؟ ايه في؟ لا لا مش على فكره. ايه؟ ايه؟ اه على فكره. ايه؟ قول اهو خلاص. البنت اللي قلت لكم دوروا عليها، البنت اللي مالك ايه دي؟ مش عرفها عندي في البيت. ايه؟ واتجوزت عمي حافظ. ايه؟ بقول لكم محدش فاهم حاجه. ايه تاني؟ تبنى الى الله. انا مش عارفه عمي بيعمل كده فينا ليه؟ لا 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 مش ممكن، كل ما بيكبر عقله بيصغر، وكل بلاوي ومصايبه بتيجي على دماغنا احنا. كل واحد وحر في حياته بقى يا تينا. ازاي يعني حر في حياته؟ احنا مالنا مال اللي بيحصل ده؟ سيبك من كل القرف ده كله، قولي لي انت عامله ايه؟ انا عامله ايه؟ عامله ايه في ايه؟ حكايتك مع عمر لسه ما اتظبطتش؟ والله انا عملت اللي اقدر عليه. لا تعملي مره واثنين وثلاثه وعشرة. خلاص بقى يا تينا انا تعبت. ده جوزك، اوعي تفرطي في حقك. هو في ايه؟ هو انا داخله حرب؟ انا متجوزه عشان ارتاح مش عشان اتعذب. مفيش حلاوه من غير نار يا لمار. اصلك انت ما تعرفيش، انا رفضت عرسان كتير قوي عشان كنت خايفه من الجواز وحيرته ومشاكله ودوامته، ودفنت روحي في قلب شغلي ولقيت نفسي لحد ما الصدفه جمعتني بعمر، حبيت وسلمت، وكان املي اني ما اجيش يوم وانده. شوف يا لمار، عمر تربيت ايدي يعني ابني، هو مش ملاك لكن برضه عمر مش شيطان، وكان عامل زي كده بالظبط، خايف من الجواز ان يكون سجن، فكان كل ما يجي يقرب يهرب زي ما انت عملتي مع ابن عمك بالظبط، لكن اول ما شافك رفع ايده كده وقال تبنى الى الله. يا جمال ابتسامتك. ايوه كده، مفيش راجل في الدنيا ابدا يقدر يقاوم الابتسامه دي، وخصوصا من وش طاعم زيك كده. اصل الستات بعد عنك نكديه قوي حوالينا هنا. يا لهوي يا لهوي، الضحكه دلوقتي تجيب عمر ارض ارض. انت غريبه قوي يا تينا، ازاي تقدري ترسمي الابتسامه على وش غيرك وانت جواكي حزن وقلق كبير؟ مين قال لك ان انا جوايا حزن؟ احساسي شايفاكي كده لابسه ماسك ومخبيه وراه قلق وحزن، وبتحاولي ترضيني وتهوني عليا. الحقيقه لمار انت تخاف منك. بالعكس، انا بقى اكتر حد في الدنيا ممكن تطمني له. انا متاكده من كده وعشان كده احكي لك. هي يا ورا، انا حاسه ان الدنيا بتلف دواير ودماغي مصدعه مش قادره. علشان انت مجنونه، ما كانش ينفع تسافري. لا طبعا يا هبله، ازاي ما كانش ينفع؟ السفريه دي ضربت بيها ثلاث عصافير بحجر واحد. اول حاجه نكدت على ماما، تاني حاجه ضايقت بابا، ثالث حاجه والاهم عكننت على عريس الغفله. وعملتي ايه معاهم هنا؟ ولا حاجه، شويه زايق من ماما على شويه شخط من بابا، في الاخر يطلعوا في الحمله ونسيوني كالعاده. ولحد امتى هتفضلي كده؟ يارا بقول لك مش طالبه صداع خالص، خدي لي الجنب لو سمحت. مش طالبه صداع، انا نفسي اعرف اخره اللي انت بتعمليه ده ايه. عارفة يا يارا لما تبقي مكبوتة ومخنوقة وجواكي صرخة نفسها تطلع بصوت عالي مش قادرة؟
اهو كل اللي انا فيه والبلاوي اللي انا برمي نفسي فيها دي هي الصرخه اللي جوايا. مش احسن مطق وموت؟ ما تسيبك من الدراما دي، قولي لي لما شافك عمل ايه؟ اتلبش ولا اجدعها حرامي اتمسك في اتوبيس عام. ومراته حست بحاجه؟ طبعا حست بكل حاجه، ده غير ان عمه بقى جه معاه واحده بيئه كده ومعفنه وملبسه كل الحاجه اللي على الحبل، طلعت عينه هي كمان. ده ما كانش شهر عسل بقى، ده كان تاديب واصلاح للدكتور عمر. بقولك ايه يا يارا، انا عندي صداع ومش قادره، هنخش نريح على السرير شويه. يلا. عارفه انت لازم تتابعي مع دكتور، بعدين حرام عليك البيبي. اللي هو انت بجد حامل ولا؟ تعالي بس تعالي ادخلي. ايه تليفوني بيرن، ده اكيد مامي بقى واسئلتها اللي تخنق. يا ستي ما تردي عليها، واحنا بنعمل ايه؟ ما احنا متلقحين في البيت اهو. ايوه يا ماما. ايه؟ ايه ده؟ معقول؟ انت بتتكلم منين؟ انت خرجت؟ طيب طيب انا جاية حالا. باي. حسام؟ حسام يا عفا خرج؟ بيكلمني من البيت دلوقتي. انا همشي دلوقتي وبكلمك تاني. يلا سلام. تفتكر ان صلاح فعلا يكون معمول لي عمله؟ لا عمل يا قبطان، عمل قصدي عمل يكون معمول لي عمل. اه عمل ولا منظور زي ما قالوا، ولا ممكن فعلا يكون التوبه ما بتجوزش في الساونه زي ما قال الجدع قريبك ده، عمك ده، عم حافظ. لا ده عمك انت. عم انا عمك انت. الدماغ دي. بص يا قبطان انا عندي حل هيجيب من الاخر. انت تطص وشك بشويه ميه. تطص ايه؟ اه تطص وشك بشويه ميه فتره تفوق على طول. فتره؟ فتره. تصدق يا بالي فتره فعلا مش مرتاح لك. الله عليك يا قبطان. يلا هتغور من هنا. لا 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 من هنا يا قبطان. طب غور من هنا. طب ماشي. يلا يلا. ماشي. سلام. يلا سلام يا قبطان. يلا غور من هنا. ماشي. طب صاحبنا. ماشي. يلا يا ابني. يا قبطان. 60 داهية. هو صلاح اتحول ولا ايه؟ يا صلاح. يا ابو صلاح. انا بريزه. ايه الفصلان ده؟ ايه اللي جاب دول؟ هم مسحوا الكرافيه ده اهلي الارض. هم مين دول؟ مخروصه مراتك والسنيوره اختك. ليه؟ عملت لهم ايه؟ والله ما عملت حاجه، ده انا غلبانه ومكسوره الجناح. مني وحدانيه وراجلي بعافيه شويه. اما هو بعافيه، اما هو بعافيه. اتجوزتيني ايه؟ حظوظ حظوظ، وعلى راي المثل ضل راجل. بقى اسمعي يا بنت انت. بقى كل اللي بتعمليه ده مفيش منه فايده. ليه؟ 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 عشان خلاص انا مش هغير كلامي، ما عنديش كلام غير اللي قلته. عايزه تتنقلي تاخدي قرشين خديهم وغوري في 60 داهيه، غير عن كده ما عنديش. هتقولي لي بقى السي دي الدي في دي، هقول لك خلاص ما يهمنيش، لان انا ما يهمنيش غير مراتي، ومراتي الحمد لله تعرف كل تاريخي الاسود من قبل ما اتجوزها. لكن ما مراتك ما تعرفش حاجه تانية يا دكتور، انها لو اتفرجت على السي دي ولا الدي في دي هيبقى لها راي تاني. ليه؟ ليه؟ قول لي انت ليه؟ ليه؟ علشان اللي جوه الدي في دي والسي دي مرات عمك لازم، اللي ساكنه معاك في نفس الفل. نفس الفل. وانت عارف وساكت، ساعتها مراتك لما تعرف الكلام ده كله، الكلام هيبقى له ولا تانية، صح؟ هقول برضو. تصبح على خير يا دكتور. ايه القرف ده؟ أخيراً يا حسام. أنا
انا ما صدقتش نفسي لما سمعت يارا بتكلمك في التليفون. كان هين عليا اخد منها التليفون واسمع صوتك بنفسي. بس لو بقى انت محرج عليا ان انا ما اقولهاش اي حاجه بينا. وحشتيني. انت شارب حاجه ولا مسطول على الصبح يا غازي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت بتهزر؟ هي دي حاجات فيها هزار برضه يا عمر. انت مجنون يا ابني؟ انت مش متجوز صفا؟ يا عمر انت بقالك فتره بعيد. ناسي اصحابك، ما تعرفش حاجه عن اي حد. مش فاهم. انا وصفا اتطلقنا. دي النهاية الطبيعية لأي علاقة اتبنت على أساس غلط. غلط؟ أنت مش قايل إنك بتحبها وهي بتحبك؟ يمكن هي كانت بتحاول تنسى وأنا اللي ما فهمتش. تنسى يا غازي؟ في جولة أفلام قديمة دي. تنساك أنت يا عمر. بلاش كلام فارغ. دي الحقيقة. وانا كمان كنت بحاول اهرب من احساسي باكتفينا. يا ابني بس يا ابني، احساسك بمين؟ اكتفينا دي اختك الكبيره. اختك الكبيره، في فرق سن بينكم. اختك مش كبيره قوي كده يا عمر. اوه يا غازي، اللي بيني وبين صفوة يا غازي خلص من زمان، فمفيش حاجه تفتكرها علشان تنساها. انا حكايتي مع صفوة خلصت. انا جاي النهارده بكلمك بخصوص حكايتي مع تينا. حكايتي يا ابني؟ أنا مش مستوعب أصلاً إن أنت طلقت صفوة علشان تتقدم. غازي انسى الموضوع ده خالص، اكتفينا أختك الكبيرة. أختك الكبيرة ده غير إن هي ما بتفكرش في الجواز أصلاً خالص، ولا يمكن يخطر على بالها إنها تتجوز تاني. انسى الموضوع ده، انساه. لو ما عندكش مانع اعتبرها موافقة. لازم اطمن قبل ما احط نفسي في موقف زي ده. قالت لك ايه؟ ما قلتلوش حاجه، مع اني فضلت قاعده مستنيه طول الليل عشان افتح معاه الموضوع، بس في الاخر ما قدرتش. ليه بس يا تينا؟ انت عارفه ان عمر بيحبك قوي، والاكيد انه تهمه مصلحتك جدا، ومش هيقف في وش سعادتك. انا متاكده من اللي انت بتقوليه ده كله. أمال إيه اللي خلاكي ما تفتحيش الموضوع معاه؟ عارفة إحساس الأم لما تروح تقول لابنها أنا عايزة أتجوز؟ ده أصعب إحساس بتشوفه الست في حياتها. تينا يا حبيبتي، أولاً أنتي مش أم، أنتي أخته، والفرق بينكم مش كتير. ما يفرقش كتير على اللي بيني وبين غازي، مش كده؟ ما تحسبيهاش كده بقى. هي ما تتحسبش إلا كده. أنتي بتصعبيها على نفسك قوي يا تينا. يا لمار، هي صعبة بجد، صعبة قوي، وأنا ما فيش أي حاجة في إيديا غير نسيبها على ربنا ونعم بالله. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. جيت في وقتي. ما حدش شاف مراتي؟ لا. ولا أنت؟ لا. طيب لو حد شافها موجات انا مستنيها، ها؟ انا هناك، ها؟ بس هي وحشتني قوي، ها؟ وانا ايه؟ مستنيها. لا حول ولا قوة الا بالله. والله يا اف انا شفته يومين، عمري ما كنت اتخيل اني اشوفه. مش مهم يا حبيبي، المهم ان هم عدوا خلاص، وانت معايا دلوقتي. قولي لي اخبار البلد ايه؟ هو دلوقتي مهم اخبار البلد يعني؟ المهم ان احنا دلوقتي مع بعض. انا سمعت ان ابوكي اسهمه بقت في العالي قوي. ما اعرفش، ما بسالش، ما بهتمش. سيبك من كل الكلام ده وخليك معايا انا بقى. توحشتني قوي. وحشتك. امال ليه ما رضيتش تيجي شقه الهرم؟ عشان انت عارف موضوع شقه الهرم ده بيدعيني قد ايه. من كام مره انا جيت لك فيهم ببقى نازله من عندك متنرفزه. ولا عشان حبيب القلب ما يزعلش، هو مش اتجوز؟ حبيب قلبي ايه اللي انت بتقوله ده؟ الدكتور ابو اللي في بطنك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ انت كنت فاكره نهبل وهتخش عليا الدخله دي ولا ايه؟ انسى يا عفه. سلام حسام. حسام
اسحبي لي عينه دم واعملي لي صوره دم واملاح واعملي رسم قلب. يلا بسرعه. وانت شوفي لي مكان في العنايه، اكيد هنعزلها سرير. يلا بسرعه. والله وتعلمنا نحط رجل على رجل يا فلان. مساله امكانيات. ابص طب بالمناسبه دي بقى نزل رجل. حاضر. ابص انت هتسوي نفسك بياض ولا ايه؟ مؤاخذه بص بقول لك يا فلان اؤمر انت العز مش لاقي عليك بصراحه. بص ولا انت انت بتقول ايه يا ولاد الكلب ده انتوا واكلينها والعه. السفينه بريزه. الله 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 الله. مين خلوصي انت واد استحميت وحطينا جيل وكونا هدومنا ورشينا ريحه ولمعنا الجزم كمان. بس هنروح فين في الشاسيه اللي اتعدل واتفرد ده؟ تعالى روح امك. عادي 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 يا اختي عادي. خمسه وخميسه يا خلوص رش لك يا اخويا حصوتين ملح. يا بنت مش خلوص اللي يبص لك يا بنت، خلوص عينه حلوه وبعدين الشاسيه ده بتاعي حافظه وفاهمه. بقول لك ايه القبل؟ ايه يا اخويا المكنه النظيفه اللي انت جايبنا فيها دي؟ واح يا اخويا اللي بدل حالك كده؟ هقول لك على كل حاجه بس نشرب لنا ما تقوم افلانك جيب لنا اي حاجه. ما قدامك كل حاجه. طب قوم امن يا. حاضر. ابص الا قول لي يا اخوخ. قول يا روح قلب اخوخ. راجل ايه هيدي من حيتي ولا لسه؟ راجل مين؟ نيازي بوز الاخس. بصراحه انا مش مركز غير في المنهج اللي قدامي. واضح ان انا اتسرعت وكنت المفروض اعيد حساباتي. انا كنت اعرف يا بنت ان في حاجات كده مستخبيه كتير كنت اتجوزتك من زمان. ما انت يا اخويا اللي مالكش في ايوه طيب. بحسب يا اختي بحسب. ماشي اوكي. لا طبعا هعدي عليكم. مع السلامه. ها ايه اللي حصل؟ عمها باين ولا خالها قلق عليها لما لقى عربيتها تحت ومحدش بيرد وكلمني طبعا 100 مره وانا ما بردش فكسروا عليها الباب. ولو جالها باين صدمه عصبيه ولا نفسيه جابوا لها اسعاف ونقلوها المستشفى. ايوه ما هي كده هتفوق. طب ما تفوق. طب ما هي لو فات هتتكلم وممكن تبوظ لنا كل حاجه. وطبعا سي عمر ابو قلب حنين ممكن يروح يزورها. طب ما تتكلم ويروح ابو قلب حنين يزورها وانا كمان اروح معاه. تحب تيجي معانا؟ انا عايز اعرف انت مالي ايدك منها قوي كده ليه؟ سر المهنه بقى يا دكتور. يا ابن اللذينة اموت واعرف انت عملت لها ايه ووصلها للحاله دي. انت ده انت شطان. لا حلوه حلوه عجبتني يا ابو جناح اخضر. رسمت لك خريطه للفيلا فوق وتحت حتى الغفير سنجفت لك اموري معاه. بقول لك يو يا واد ما تخليك معايا مروش كده ليه يا بت؟ احنا مش زي زمان. احنا بنشتغل وقت شغل فيري دينجرس يعني لازم تخلي بالك من كل حاجه بتعملها. اتفضل يا كيمي. المكان كله منور منور ثابت الناس. اتفضل يا ازيك يا خلوصي؟ ازيك يا نازل باشا؟ ازيك يا باريزا؟ باشا والختمة الشريفة كنت لسه جايبة في سيرتك. صح 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 يا باشا صح. شفتي الدنيا صغيرة قد ايه؟ يعني انت جاية جاية ومصير الحي يتلاقى. الدنيا دي يا بنت الناس ببانة منفذة على بعض ومفاتيحها في ايدين العبد لله. اقعدي اشربي وبلي ريقك. اقعدي. تجاونسك انكل حافظ. ايه ده؟ هو انا بقيت مشهور للدرجه دي؟ شكلك مش واخد بالك انا بقى مين. الا هو انت؟ معلش بس الدنيا منعبشه شويه. سايب عروستك في اول يوم وجاي هنا؟ عروستي هي اللي سابتني. كل الناس بيسيبوني كل ما يقربوا مني قوي يبعدوا عني خالص.
بعد ما شاوي علاقتي ببابي كشف لي حقيقته، صومته على الكرسي، خلاني مبقتش طايقه وبكرهه قوي. جاي دلوقتي عايز شوه علاقتي قدام نفسي. قالت لي اتجوزنا، ولا لا شفت لا جواز ولا ورقه ولا حتى مأذون، ولا اعرف حتى هي راحت فين. مش وحشه، ما بحبش السهر، ولا كان عمري ليا فيه، ولا بحب اسكر ولا بحب الدخان، بس انا ما عملتش كده يجرى لي حاجه. تفتكر لو قلت له هيعمل ايه؟ تفتكر لو خالد ابني عرف ممكن يبعت لي جواب؟ فضل لو عايز تمشي انت امشي، انا قدام شويه كده وهتحرك. سلمى كده شكلها خلعت من بره بره. روح انت عشان تنام بدري وتيجي الصبح بدري. يلا. واسيبك لوحدك يا استاذه، وده ينفع برضه؟ طول عمرك راجل يا فضل. بقول لك ايه؟ اعمل لك كوبايه شاي؟ يا سلام، لو عليها عودين نعناع تبقى فل. شجره نعناع لو عايز. كل ده اعمل لك معايا وتعالى نشربها مع بعض. من عيني. وادي الغلايه. وادي الكوبات. ثانية واحدة اروح اقفل لك الباب عشان ما حدش يزعجك كمان. ماشي. برضه راحت بالليل؟ هي ما بتحرمش. هترجع ازاي بس دي؟ هترجع ازاي؟ اروح اجيبها طبعا. ماشي، هي عايزه تقلقني وخلاص. لا طبعا هروح اجيبها. ما تقلقيش. حاضر همشي بالراحه. حاضر حاضر يا تينا. حاضر همشي بالراحه. ماشي. لا لا، سيدنا محمد رسول الله. مع السلامه. مع السلامه. لو سمحت اديني الموبايل من عندك. ايه ده يا فاضل؟ ايه اللي عملته ده؟ لما انت عايزه تنسيه كانت بعت تليفون حبيبي ليه وحاطه صورته. انت اتجننت يا فاضل؟ انت ازاي تكلمني كده؟ انا اللي بحبك، لا عمر ولا ابن عمك ولا اي حد في الدنيا دي هيحبك قدي. فاضل فاضل ما تبهدلنيش معاك. انا لمار، انا ما استاهلش منك ده، ما استاهلش. انت تستاهل الدنيا واللي فيها. انت اتجننت يا فاطمه، اتجننت. Hello. Hello.